انا معايا صوره امبارح للدائري، هات لي كده الصوره بتاعت الدائري. شوف الدائري بتاع القاهره في ليله عرس الديمقراطيه وليله القضاء على الخونه والفشله، ازاي كان المشهد. المشهد ده معبر جدا عن الحاله اللي وصلت لها مصر. اللي قدام حضراتكم ده صوره للطريق الدائري امبارح بالليل، بعتها لنا السادة المشاهدين ومنتشرة على السوشيال ميديا بالمناسبة. وده المشهد اللي استقبلت بيه مصر الذكرى ال11 لانقلاب عبد الفتاح السيسي، اللي لازال حتى الآن بيحاول هو والحاشية يقنعوا مصر ويقنعوا المصريين انهم عملوا الانقلاب ده لمصلحة المواطن المصري. انقلاب بيتم استقباله بنتائجه، الذكرى ال11 للانقلاب بيتم استقبالها بنتائج الانقلاب اللي عايشه في بيوت المصريين كلهم. مفيش كهرباء، مفيش امان، مفيش ميه، مفيش مستقبل. شوف كام واحد من مصر بيحاول يهاجر، الشباب اللي بيرمي نفسه في البحر وما الى ذلك. ده وصل الناس لايه؟ وصل المواطنين لحاله من اليأس، او الناس طلعوا من هدومهم زي ما بيقولوا بالبلدي.